عنا مسؤولية كبيرة، مسؤولية تجاه شعوب العالم. كل تنظر إلينا شعوب المنطقة، نحن أمل كثيرين، نحن أمل أبنائنا الذين هجروا للخارج. ليس لأنهم يقدروا يخدموا هنا، إن كان نظام تعيس لا يتمنون لا على حياتهم وعلى حريتهم وعلى أموالهم. لجانب هؤلاء للقوى الأخرى يستفاد منهم أبنائنا اللي هربوا في البحر. إذا عندنا مسؤولية تجاه هؤلاء، لأن لدي قناعة من خلال الأصداء بأن كل أبنائنا 4 و5 ملايين في فرنسا، مئات الآلاف اللي في كندا، ما راحوش من الخير. هذا كلهم مكان دولة سيادة القانون، مكان دولة الحقوق والحريات. نصرهم يرجعوا. كانت الوالدة ربي يرحمها منذ 40 سنة كنت في بريطانيا،